جريدة الأحداث المغربية. صباح النور مختار. صباح النور سي محمد، صباح النور لمياء، صباح النور هشام. صباح النور سي مختار، مرحبا بك معنا في قهوة الصباح. الله يرحب بك، صباح بك الجنة إن شاء الله. واش بغيتي فيها شوية السكر ولا كتاخذها بلا سكر القهوة؟ لا كناخذها بلا سكر والله، لا بلا سكر. مرحبا بك. الله يحفظك. يا صباح النور سيدي المختار. صباح النور سيدي هشام. ما عرفتش من بعد الهزيمه البارح واش جاوبتي على ادريس الادريسي ولا والو؟ لا ما جاوبتش، ولكن عشنا مرتاحين وفعلا كان اداء متميز ديال اتلتيكو دي مدريد، لا بالنتيجه ولا بالاداء، وكان طبعا ريمونتادا ديال البارسا النهار اللي قبل صحيح، وكان فوز دراجة. المهم كانت نهايه اسبوع كرويه رائعه الحمد لله. وانا نقول لك من هذا المنبر لا بسيتنا الهزيمه الكوديم صحيح، الله يصاوب الحال ديال ديك المدينه. امين يا رب العالمين، الله يصاوب الحال. صحيح كوديم التاريخ، نتمنوا لك كل التوفيق وكل وعي بالمسؤوليه هذا المدينه وهذا الفريق العتيد. واخبرك من هذا المنبر لست في حاجه الاجابه للزميل ديالنا ادريس الادريسي لانه لم يظهر له اثر بالامس. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم لا حول ولا قوه الا بالله. على العموم نعم على العموم دابا خليونا بلا ما هذا كان تمهيد لابد منه. سيدي المختار، مقال افتتاحي لهذا اليوم جريدة الأحداث المغربية، كان عارفوا بأنه كل مقال افتتاحي ولا كل مقال صحفي إلا وليكون عنده واحد السياق. شنو السياق اللي جاء فيه هذا المقال الافتتاحية ليومية الأحداث المغربية لهذا اليوم؟ وهو السياق اعتقد بانه واضح جدا. المغرب بحال كنقولوا في اللغه العربيه الفصحى ضاق ذرعا، نعم، تصرفات فرنسا، ولا بحال اللي كنقولوا بلغتنا المغربيه الام بدارجتنا المغربيه البالغه، عيا وصل لحد الاقصى ديالو مع الصبر على الاذى الذي وصله منذ سنوات وسنوات وسنوات من طرف الاخوان هناك في الجمهوريه الفرنسيه. يبدو ان هناك ضيقا معينا من هذه الخطوات الكبيره التي قطعها المغرب في السنوات الاخيره، عبروا عنه بطريقه اولى وطريقه كنتحدث عنها على السياسيين الفرنسيين مش عن الشعب الفرنسي، ويجب ان نفصل جيدا بين الموضوعين، لان حتى الشعب الفرنسي غير راضي تماما عن تصرفات بعض السياسيين تجاه المملكه المغربيه. فاعتقد بان وصلت واحد اللحظه ديال كما يقولون هم هناك في فرنسا يورنامار، يجب ان نقول الاشياء كما هي، لي كاتغريتي الحقائق الاربعه عدد الناس. المغرب لن يقف مكتوف الايدي، سيواصل تنميته، سيواصل مسيره تحت قياده عاهله جلاله الملك محمد فيصل بن صلاح الله، سيواصل بفضل شعبه وفضل تكاتف هذا الشعب وهذا الملك وتلاحمنا كاملين في هذه البلاد السعيده، سنواصل المسير، سنواصل تنميه هذه البلاد بالمقدرات البسيطه اللي عندنا. المشكل اللي عند فرنسا هو انها خامس اقتصاد عالمي، دوله عظمى، دوله استعماريه كولونياليه، لا تتصور بان دازت 60 عام الاستعمار بان خرجت اجيال جديده وقيادات جديده واراء جديده وتصورات جديده وافكار جديده بين الناس. راه ما يمكنش تكون بحال اللي كانت في الخمسينات في الاربعينات من القرن الماضي. هذا هو السياق العام ديال المقال. نعم والمقال بعنوان قوي، ايمانويل الصغير وفرنسا الكبيره. نعم، فين كاين تجليات والعلامات ولا مظاهر صغر ماكرون وكبار فرنسا؟ لا، هو التمييز ضروري واساسي وحاسم، وما عندنا ما نديرو بين فرنسا اللي هي فرنسا وما بين السيد الذي يراس اليوم الجمهوريه الفرنسيه لولايه ثانيه اللي هو السيد ايمانويل ماكرون. فرنسا التي نعرفها نحن هنا في المغرب ونعرفها احسن من غيرنا كثيرا، لان دوزنا مع تاريخ ودوزنا مع حضاره ونحن دوله ضاربه في اعماق التاريخ مثل فرنسا تماما. نعم، اعتقد بان هضرنا قبيله على الكوضه المكناس، اعتقد بان واحد القصه تاريخيه يعرفها من يهون التاريخ، كاين بين السلطان مولاي اسماعيل الشهير جدا وما بين لويس الرابع عشر. نعم، يعني نسنا دوله انشئت في 62 ولا في 65 ولا 66 عاد جينا. نعم، احنا قدامين هنا ونعرف قيمة فرنسا مثل ما يعرف الفرنسيون الحقيقيون المثقفون الدارسون الواعون قيمة المملكة المغربية وقيمة هذه المملكة الشريفة. بالنسبة للصغر ديال السيد ايمانويل ماكرون، اعتقد بان اولا يشهد عليه داخليا قبل ان يشهد عليه خارجيا ما يتصرف به. اعتقد بان العنوان العلوي اللي كاين اليوم في الصفحة الاولى ديال الاحداث المغربية كان موفق جدا، فاشل داخليا ومهزوم خارجيا. أولا الشعب الفرنسي لم يخرج إلى الشارع
بحال اللي خرج فهاد الولايه ديال ماكرون لا الاولى ولا هذه التي سوف تنتهي. يعني شفنا باريس، شفنا الشونزيليزي اللي كنعتبروا حنا اجمل شارع في العالم تخرب تهدم، شفنا الحرب مع البوليس في فرنسا، واخره غير هذا الويكاند، هذا نهار السبت غير البارح شفنا سياره ديال الشرطه الفرنسيه استعرض لواحد العمليه ديال، يعني وقعت مجموعه ديال المسائل في وسط فرنسا تدل على ان هذا السيد يتعدد الى نفسه، او مثل ما قلنا في المقال الافتتاحي للجريده اليوم عنده واحد الاكتفاء ذاتي مبالغ فيه، وصل لحد الغرور، هو لا يخطئ، هو يعطي الدروس للشعب الفرنسي، والشعب الفرنسي يرد عليه يوميا بالاحتجاجات والمظاهرات وبالماكرون ديجاج والى اخره، ثم هو لا يكتفي بهذا، هو كيعطي الدروس حتى على برا العالم بأسره، كيعطي الدروس دابا لامريكا ولروسيا والصين، ثم يعطي الدروس للقاره التي لا زال يعتقد في قرار سمسي انها باقا مستعمره ديال فرنسا. هذه مشكله كبيره عند فرنسا مع افريقيا، او عند الطبقه السياسيه الفرنسيه مع افريقيا. افريقيا تحررت، وافريقيا انجبت اجيالا جديده، جيناسيون جديده، كان راه عند الدراري ديال 20 30 عام اللي يعتبرون فرنسا من سقف المتاج، ميكسيز على لو تيرم، كيهضروا على امريكا، كيهضروا على الصبريون، كيهضروا على الصين، كيهضروا على روسيا، كيهضروا على دول اخرى وعلى تنويعات اخرى في الشراكات. هذا الامر يدل على ان هذا الرجل يعني هو اصغر بكثير من المنصب الذي وصله، وحنا عشنا مع رؤساء سابقين ديال الجمهوريه الفرنسيه طيله من شارل دوغول الى اخر رئيس ترك مكانه لماكرون اللي هو اولوند، اللي كان وزير ديال الماليه ديالو وخانه ثم ترشح ضده. عشنا ناس يعرفون قيمه العلاقه مع المغرب اساسا، قيمه العلاقه مع افريقيا، وكيعرفوا بان لا ينبغي لفرنسا ان تغامر بهذا الموضوع، وهي تضم في داخل ارضها وعلى ترابها واحد العدد كبير ديال الافارقه وديال المغاربيين وليس المغربيين بحال اللي قالوا في ذاك الخطاب العجيب ديالو. نعم صحيح. لحضرتي الخطاب العجيب تبعتيه الغزيوي شفتيه؟ تبعته مصدوما ومشدوعا حتى لي كومونتير تاع المغاربه، حتى لي كومونتير ديال المغاربه التعليق عجبتني بزاف، يعني المغاربه عارفين راسهم، عارفين شنو تيقولوا. مي بيان سور، مي بيان سور، مي بيان سور، لينا كانت واحد النوع ديال 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 الجرأه وديال بزاف ديال لوداس، وما بغيتش نقول انا كلمه الوقاحه. نعم. لان هذا الشعب الذي هي ملكه. نعم. كيف يحدث وكيف تتخيل باننا سنتقبل هذه الامراض؟ سنتحدث مع الشعب، مع المغربيين، ما سمعناش حتى المغاربه. نعم المغربيين. مع المغربيين مباشره. نعم وعطاك هذا الحق. والرد الفعل الشعبي المغربي تجاه هذا الخطاب بين قوسين الوقح. طبعا. طبعا ثم واحد القضيه انا بغيت نهضر عليها اكثر من هذا الرئيس التوكسيك اللي عنده هذه لي زون السلبيه التي بثها حيثما ولا وارتاح له حيثما حل. نعم. انا بغيت نهضر على الشعب المغربي وعلى هذا الشيء اللي سجل في الزلزال اللي وقع لنا، هذه الهزه الاليمه اللي هزتنا كاملين، ولدات الله يرحم الشهداء واحد العدد كبير منا، واللي خلفات ما خلفات. نعم. بغيت نهضر على ديك 3 ايام ولا 4 ايام الاولى، وكيفاش ان الناس دون ان يطلب منها احد بينات على واحد المعدن، خليني كاع من الاراء والافكار داكشي اللي قال اللي هضرنا عليه، الملاحظات الصغيره اللي هضرنا عليها، كيفاش الناس بينوا هالمغربي الحقيقي، هذا الشعب لا يمكن ان تهزمه، شتي اللي كينوضوا بوحدهم وكيديروا الصفوفه في لي سوبر مارشي وفي الحوان، سواء عندك سواء ما عندك، والتبرع ضد الدم من احد من اكبر الصفوف. يعني نعم غريب. نعم ما كانش محتاجين حتى شي حد يقول لهم نوضوا وديروا هذه المساله. صحيح. حسينا بان هذه بلادنا، هذه داري، هاد الناس اللي تضروا عائلتي غادي نوض. ونقول لك واحد القضيه، عندي صحفيين فرنساويين اصدقاء كيقسموا بالله، تيقول لك بان هذا الامر لو تم في فرنسا لما تحرك الشعب هناك بديك الطريقه. نعم. وهذه مساله تثير ايضا الغيظ. شوف هذيك الحق القضيه ديال لي ريستو دو كور اللي كاين في فرنسا، وكيفاش يتنازل كل سنه كينزل الاقبال على مساعده الفقراء اللي كياكلوا في دوك المطاعم اللي كتسمى مطاعم القلب اللي كان دايرها كولوش. حنا في 4 ايام حتى واحد ما طلب منا حتى شي حاجه، كل واحد فينا وكل وحده فينا حسوا بان خصهم ينوضوا ويعطيو ما تيسر حتى اللي ما عندهمش. انا ديك التصويره ديال داك الراجل اللي بالبيشكليته. نعم. بحالي بحال المغاربه، بحال 40 مليون مغربي باقا لحد الان كنشوفها ديك الخنشه ديال الطحين محلوله حطها وزاد. نعم. اعتقد بوحده كتقول بان هذا الشعب لا يهزم، هذا الشعب مع ماريكو، مع دولته، مع ثباته، مع عراقته، مع حضارته. نعم. يمكنش واحد جاي وغيمشي بحالته، لان تذكرنا الولايات ماكرون قربت ساري، غيمشي بحال، ما يمكنش واحد بحال هذا يهزمنا، ولكن خصنا نقولوا الحقائق الاربعه فقط. نعم. اذا اللي كنعرفوا السي مختار الغزيوي هو انه طبعا علاقتنا بفرنسا علاقه كبيره، حتى بلغه الارقام حوالي 1.5 مليون مليون يعني فرنسي مغربي في فرنسا، اكثر من 50 ألف فرنسي في المغرب،
كتواجد في بلادنا 6 ديال القنصليات، 45 مدرسة فرنسية، 38 شركة فرنسية، يعني هما كيعرفونا مزيان وحنا كنعرفوهم مزيان. يعني من خلال الخطابات الأخيرة ديال جلالة الملك وأبرزوا يعني فاش ولينا كنشوفوا الشركاء ديالنا والأصدقاء ديالنا بمنظار الصحراء المغربية، يعني الرسالة كانت واضحة وبينة، يعني كيفاش غيكون التعامل مع أصدقائنا وحبابنا ومن خلال نعرفوا شكون اللي معنا وشكون اللي ضدنا. يعني واش فرنسا ما فهمتش الميساج؟ فرنسا أو لا واحد جزء من الطبقة السياسية الفرنسية الاستابليشمنت يمثل دور اللي ما فهمش الميساج. علاش؟ لأنه لهم صلاحة أنهم يفهمش هذا الميساج. حيث لا فهم هذا الميساج سيضحي بجزء من العلاقة مع الجارة الشرقية ديالنا اللي هي لصوبات هذا النزاع المفتعل في الصحراء. هذه الحكاية بكل بساطة. أما فرنسا كتعرف في قراراتها نفسها بأن هذيك الصحراء راه مغربية، وأن هذيك الصحراء لم تكن إلا مغربية، وأن هذيك الصحراء لن تكون إلا مغربية. وتعرف فرنسا أنها مغربية، يعني ويعرف ماكرون أنها مغربية. طبعاً ثم أكثر من هذا، أصدقائنا هنا في الجارة الشبر الإيبيرية، في الجزيرة الشبر الإيبيرية، هم أقرب الناس إلينا، ثم أكثر الناس اطلاع على ملف الصحراء وفاعلين فيه. جاءوا واحد اللحظة وقالوا الشباب الصحراء راه كانت مغربية ولن تكون إلا مغربية. هذا الأمر أزعج فرنسا أكثر من إيزي وقت مضى، واعتقد بأنه حتى مع الاعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم صحيح. في مغربية الصحراء، ثم التحاق واحد العدد كبير ألمانيا، الأصدقاء ديالنا في إسرائيل، واحد العدد كبير ديال الدول طبعا العالم العربي كله باستثناء الجارة الشرقية الله يهديها الله يشافيها، كله يقول بأن هذه الصحراء مغربية. فرنسا تعرف بأنها إن قامت بهذه الخطوة ستضحي بجزء من العلاقة مع الجزائر. الجزائر هناك الغاز، ثم هناك ذلك الماضي الاستعماري الأليم الذي صنعته فرنسا بجرائمها إلى آخره. هذا هو سر الموضوع. أما يرعاف حقيقة الأشياء وعرف بأن هذه الصحراء كانت وستظل ولن تزال إلا مغربية. حتى هذه القضية السي المختار الغزيوي ديال أنهم كيشوفوا طبعا كيشوفوا أنه إفريقيا ديال اليوم ماشي إفريقيا ديال الأمس، وخاصة بوابة إفريقيا وبوابة الربط ما بين أوروبا المملكة المغربية، يعني هاد التنمية الاقتصادية واش نقدروا نقولهم أنهم نقدروا أن نقولوا أنه تزعج الصغير ماكرون؟ طبعا وتؤرقهم زعاه وتمنعه من النوم وكتبان له بحال شي شباب بحال شي كابوس يوميا. وكان واحد التصريح ديك النهار ديال واحد المواطن نيجيري بسيط من دولة النيجر ماشي نيجيريا، قال بأنه كيف يعقل بأننا حنا ننام على ثروات كبيرة ونزداد فقرا فيما فرنسا تزداد ثراء وما بغاش تخرج من عندنا. هذا سؤال بسيط ويعني وسطحي وبديهي وسامبل ولا سامبل كاع مثل ما يقول الفرنسيون، خصهم يجاوبوا عليه. لا يمكن راه هذيك المكانه ديال الخامس اقتصاديا عالميا التي ترفلوا فيها فرنسا وفي نعيمها بالثروات الافريقيه بسبب الفقر ديالنا حنا. نعم اليوم صحيح. عندما خرجت اجيال جديده من افريقيا قاده وشعوب تقول بان لا سيدي لا لي جو سون بيبي لا دون ماشي هكا، خاص نعاودوا الضميس ياك، كنقولوا حنا نعاودوا الضميس راه ما يمكنش نصبروا على هذا الشيء، حيت حنا ما بغيتوناش نجيو عندكم كتسدوا علينا كتقولنا الفيزات لا، نتوما مهاجرين ما بقيناش محتاجينكم، دابا بنيتوا فرنسا سالينا منكم والديكم جدودكم صافي، دابا عرفتي شنو نتوما لي سالاغار لي سالافريكان لي سالنوار وبقيه التعبيرات العنصريه التي نسمعها هناك في فرنسا. اسمح لي فنوا هي ترتيب الاشياء من بدايه، ردوا لنا خيرنا اللي فرقتونا اولا. نعم وش سدوا عليكم حنا ما عندي ما ندير نمشي لفرنسا، انا نمشي لاسبانيا نمشي للبرتغال زوينه احسن من فرنسا بكثير. نعم اخرها البارح راه رسميا راه قال انه في الاخر ديال هذا العام غيكونوا غيخرجوا من النيجر. صافي بداو يخرجوا من النيجر. طبعا هارب من النيجر، والبارح في الحوار ديالو تفادى بجبد واضح الحديث على الموضوع المغربي، لانه يعرف بانه موضوع مؤلم مثل ما قلتي السي محمد فعلا واحسنت التعبير. بوابه افريقيا، حل مشاكل فرنسا مع افريقيا يمر اولا عبر حل المشكل ديالها مع المغرب على المغرب. نعم صحيح. السيد مختار الغزيوي كيفاش نفسروا نرجعوا مره اخرى لزلزال الحوز واللي عشنا مع فرنسا، فكيفاش كيفاش كتشرح وكتفسر الحاله الهستيريا التواصليه اللي اصابت رئيس ماكرون اللي ظهر فيها يعني كتلميذ غبي ما كيفهمش لا في السياسه لا في الدبلوماسيه، وكيفاش شفنا بعينينا صناعة الكذب وترويج الأخبار الزائفة بالنسبة بيان سور الإعلام الفرنسي واللي بغاو يستغلوا هذه الفاجعة بمحاولة
ويفرقوا بين المهم راك عارف شنو كاين. فبدل نقل اخبار وتطورات اللي عشناها في المغرب فكينقلوا اخبار زائفه للشعب الفرنسي. الاعلام ديالهم يعني كانت عنده واحد القراءه غير صحيه واكاذيب مفبركه. باش كنفسروا هذه الهستيريا اللي صابت الرئيس والاعلام الفرنسي؟ كنفسروا بداك لو شوك الذي تلقته فرنسا عندما تحدث المغرب بشكل حكيم ورصين وعاقل عن تدبيره للمساعدات الدوليه القادمه، وقال بانه سيختار من بين هذه المساعدات تلك التي يحتاجها فعلا، تفاديا مثلا لما وقع في طايتي اللي كتشرف عليها فرنسا في الزلزال ديالها، واللي كتوقع المشكل قد سخط الله، بحيث تحولت تلك المساعدات الى شر حقيقي ولم نقيض منها. المغرب تحدث بشكل هادئ فوز ديك الازمه، هذه واحده من العبقريه ديال النبوغ المغربي. وقعت لنا مشكله قدك زعما الله وحده يعلم قيمتها، راه المصاب ديال نهار 8 سبتمبر كان مصابا كبيرا، ولكن تعاملنا معه كما العاده بحكمتنا المغربيه ونبوغنا المغربي وهدوئنا المغربي. حنا كنقولوا انا لله وانا اليه راجعون، وكنبداو نفكروا شنو نديروا في اللحظه المواليه. صحيح بالعقل، هالمساعدات العقل المغربي، هالمساعدات اللي محتاجين لها، المساعده الفرنسويه الله يرحم لهم الوالدين، ولكن ماشي دابا. هذه كانت صدمة، لأن باقي العقلية الاستعمارية تتحرك هناك في دواخل كثير من السياسيين، وهذه العقلية الاستعمارية لا زالت تتحرك في ذهن كثير من الزملاء للأسف الشديد في الإعلام الفرنساوي. وحنا بغينا نقول لهم واحد القضية، نحن لا نحس بعد في صحافتنا المغربية بغضب من هذا الإعلام الفرنسي، نحن نحس بما هو أسوأ، نحس بالحزن، حيث عدد كبير منا تعلم الصحافة عن طريق ذاك الإعلام. نعم. وكنا نعتقد أنه إعلام حقيقي، وأنه إعلام إنساني، وأنه إعلام يقدر يحترم الحداد الناس، وأنه إعلام كيعرف القيمة ديال الموت وقيمة احترام حرمة الموتى وقيمة الصمت لحظة الموت. هاد الناس بدوا كيسبونا في اللحظة الأولى الزلزال. نعم. وبدوا يقولوا على المغرب قيادة وشعبا أشياء زعما يندلى الجبين، وهي تدينهم اكثر مما تدين اي طرف اخر. بيناتهم صغار في العالم، بيناتهم صغار، بيناتهم صغار. نعم. واستعماريين وعنصريين. وعودتنا احنا اللي كنامنوا بالاعلام الفرنساوي وكنقراو وكنقولوا واه هذه الموند هذه كذا، عودتنا كاع مراجعه الاوراق كامله. نعم. وقالت لنا واقيلا احنا غلطنا واحد الغلط كبير عندما تبعنا اعلاما عنصريا واستعماريا بحال هذا للاسف الشديد. نعم. اخر سؤال نختموا، الازمه كاينه وتداعيات الازمه كاينه، شنو ممكن تكون بعض الصور بوادر الانفراج الازمه؟ بوادر الانفراج الاولى، واعتقد انها كاينه حتى في الملف ديال الاحداث المغربيه اليوم، لان جزء من الطبقه السياسيه الفرنسيه لا يتوافق تماما مع ما يقوم به ماكرون تجاه المغرب تجاه افريقيا. نعم. عندنا جوج الحوارات خارجي اليوم في الجريده، الناس كيقول لك هادشي اللي كيدير السيد ماشي هو داك. كاين رئيس دوله سابق اللي هو ساركوزي قال بان التضحيه بالعلاقه مع المغرب سيكون امرا غبيا لدرجه لا تتصور. كاين رئيس دوله اخر قال بان الجزائر لن تكون ابدا مثل المغرب في علاقتها مع فرنسا. كاين عندنا هناك مواطنين فرنسيين كيعيشوا وسط المغرب كيقولوا بان ما يقع هناك لا يمكننا اطلاقا. ثم عندنا مواطنين مغاربه يحملون الجنسيه الفرنسيه كيقولوا بان فرنسا التي ذهبنا اليها ونعيش فيها ومن خلالها الى اخره لا يمكن ان تكون ممثله من طرف السيد الصغير. هناك بوادر انفراج كثيره. اعتقد بان الشعب الفرنسي الذي ليس راضيا، الذي هو ليس راضيا على سياسه ماكرون الداخليه، لا يمكن ان يكون راضيا على السياسه الخارجيه. اعتقد بان العقل سيعود في لحظه من اللحظات الى الدوله هناك، لكي تفهم بان المملكه الشريفه، المملكه المغربيه وعلاقتها القديمه والطويله والضاربه في اعماق التاريخ مع المغرب لا يمكن ان تعوض بعلاقات عابره غير واضحه ومبنيه على مرض حقيقي لا في فرنسا ولا شرق المغرب. طبعا وهذا الشيء اللي كانوا فهموه العقلاء واخرهم اسبانيا، راك شفتي كيفاش ولات العلاقه بين البلدين، وكان بامكان انه فرنسا تخطو خطوه اسبانيا واصدقائنا وحبابنا. ودائما راه اي واحد كان معنا كيكون غاب يبان الرباح على اي دوله كيف ما كانت رابح في العالم في العالم. فشكرا لك سي مختار الغزوي، صباحك مبروك. ذكر انك مدير نشر ديال جريده الاحداث المغربيه اللي في عددها اليوم غتلقاو يعني كل هذا الشيء اللي قلناه مع سي مختار الغزوي، تفاصيل ديالو في عدد الاثنين من جريدة الأحداث المغربية. ممكن تقتنيوا جريدة الأحداث المغربية، ملف خاص للعلاقات المغربية الفرنسية. مقال الافتتاحي نذكروا أنه من توقيع زميل ديالنا ضيف قهوة الصباح مدير نشر الأحداث المغربية مختار الغزيوي، المقال بعنوان إيمانويل
الصغير وفرنسا الكبيرة. شكرا لك سي مختار. شكرا لكم بزاف. شكرا تحياتنا نهارك مبروك. شكرا مستمعينا الكرام.